جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل وقيمتها مثل ما قلت 50,000 دولار. تهانينا لكل الفائزين وشكرا من القلب لكل صناع السينما اللي شرفونا من مختلف انحاء العالم. شكر كتير كبير للحاضرين وعشاق السينما بكل مكان، وجودكم هو السر الحقيقي وراء نجاحنا. ومش حننسى اكيد نوجه تحية تقدير للابطال اللي اشتغلوا وراء الستار والشباب اللي بذلوا كل مجهود استثنائي على مدار 9 ايام حتى يخلوا هالمهرجان ناجح ويطلع باحسن شكل. نتمنى نشوفكم السنة الجاية بالدورة الثامنة بطاقة جديدة وابداع اكبر، مجتمعين دايما على حب السينما. اهلا وسهلا فيكم بالجونة.